بحضراتكم من جديد. برحب بنجمة الفريق الكابتن جنة مصطفى، والحقيقة اللي كان ليها دور مهم مع باقي طبعا زميلاتها في حسم بطولة دوري السوبر لكرة السلة سيدات. أهلا بيك يا جنة. ازيك عامل ايه؟ منورة الاستوديو. بنورك. يعني يمكن أقول حبشت دمنا شوية؟ يعني ولا كتير؟ كلنا حتى احنا. جنة أنا دايما بحب أبتدي بالآخر، يعني يمكن اخر 5 دقائق في المباراه لسه كنت بكلم مع كابتن علي هاشم، اخد من عنده بقى واطلع عليك علينا. انه انت قعدت فتره ما تشاركيش في المباراه، يمكن 10 دقائق وربع ساعه، ده وقت كبير في كره السله. نزلت لقينا طبعا وقت الرعب كله اللي هو 3 دقائق كله بيختفي، نزلتي اداء رجولي، اداء ثبات انفعالي، كلميني على ال5 دقائق دول. بص بقالي 15 سنه بلعب باسكت، لا هو دول مثلا كان اصعب 5 دقائق في حياتي، في حياتي كلها في الباسكت. يعني طب ليه؟ عشان يمكن انا اتحطيت كذا مره في المواقف دي، كان عندي فيه اكسبيرينس ان احنا كنا برضو عندنا ادفانتج، ببقى نزلت في الاول عارفه ان انا ستيل في مود الجيم، ما ببقاش بجد خلاص الغلطه، يعني بجد كان بيبقى عندي تايم ان انا هخش في مود الجيم، لكن ده خلاص هو اصلا الواحد اول ما بيخش في مود الجيم هي انت محتاج دقيقتين هو ناقص دقيقتين. بس انا بحس انت ما بتخافيش في الملعب يا جدع، اتفرجت عليك كتير على فكره. لا ما بخافش، بس انا كنت خايفه عشان انا كنت عايزه اكسب، فانا كنت متوتره من بره اصلا، يعني انا حتى تلاقيني كنت واقفه بعيد خالص كده في الجنب عماله اتنطط مع نفسي، فكنت متوتره مش ما جاش في دماغي خالص ان انا هنزل، يعني هم ماشيين كويس قوي فانا مش فارق معايا اي حاجه. فواقفه بقى انا عايزه اكسب مش ففجاه لقيت نوره 5 فاول ويلا، فلو استنى انا متوتره دلوقتي لسه مش مجهزه للعب. كانت يعني 5 دقايق صعبين قوي، ويمكن الموسم كله كان صعب يا جنة. مش حقيقي شفناكي حزينه قد ايه بعد ماتش افريقيا كمان في قبل النهائي، يعني شفناكي كنت يعني انا شفتك معيطه، حلم حياتي، حلم حياتي اكسب افريقيا مع النادي. بس لسه يعني ثالث باول مره، لسه ما شاء الله، يعني لسه عندك ولسه تقدمي كتير. طب قولي لي برده يعني في حته يعني يمكن انت بينك وبين الجمهور الاهلي في ديالوج كده شغال يعني دايما واغاني وحاجات زي كده، يعني كلميني عن الموضوع ده، كلميني عن حبك للنادي الاهلي، عن متابعتك لكل الالعاب في النادي الاهلي. انت عارف ان الناس كلها من احنا صغيرين ان احنا طالعين في النادي، فخلاص هو حاطين فينا كده جوانا النادي الاهلي، يعني مولودين كده خلاص بالنادي الاهلي، ما نعرفش غيره غير المكسب، غير مركز واحد، غير بقى النادي الاهلي في كل حاجه في الدنيا والروح والجماهير. بس خلي بالك نادر لما تلاقي لعيبه بتبقى فيها ديالوج بينها وبين الجمهور، خلي بالك من دي، يعني بنلاقي لعيبه كتير ليهم ديالوج مع الجمهور. انت يعني ما شاء الله حاجه الجمهور كله متابعك ومتابعك بشكل كبير جدا، يعني مش عارفه بس دي بجد اكتر حاجه بتبسطني في حياتي، يعني يعتبر ده بارت من حياتي ان الجمهور وان هو واقف في ظهرنا وان هو بيشجعنا، وان انا يعني انا بهتم قوي بالحاجات دي، بهتم ان انا عايزاهم دايما مبسوطين، عايزه ان انا لما اشوف مثلا بيتكلموا على حد فينا او فرقه فينا ان هي مثلا مش بتادي، لا احنا هنادي احنا هنبسطكوا، ببقى عايزه ده دايما، ببقى عايزه ان حتى لو هم شايفين حاجه غلط وهي مش كده، طب ليه، طب ما كده كده نوريهم الصح، وحتى لو يشوفوا هما بنفسهم هما يقدروا يقيموا ان احنا بنعمل كل حاجه عشان نفرحهم ونخلي يعني اسم النادي الاهلي في احسن حته. يا ريت كل اللعيبه تفكر زيك والله يا جنة. طب جنة احنا عملنا تقرير عن رحله او عن طبعا الانجاز بتاعكم على الحصول البطوله رقم 19 لدوري السوبر، نشوف التقرير ده مع بعض اعزائي المشاهدين، نشوف التقرير طبعا اللي احنا جهزناه كفريق عمل الابطال عن طبعا انجاز البطوله رقم 19 لفريق كره السله سيدات بالنادي الاهلي، نشوف التقرير وجه لحضرتك. نجح الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي في إضافة سطر جديد من سطور المجد بعدما تمكن من الحفاظ على لقب دوري السوبر لكرة السلة للموسم الثالث على التوالي وللمرة 19 في تاريخه، وذلك رغم الظروف الاستثنائية التي شهدتها الرياضة في مصر والعالم كله والدخول في نفق مظلم من توقف النشاط بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، إلا أن سيدات السلة كن كعادتهن بطلات فوق العادة بعدما واصل الفريق هيمنته على كرة السلة المصرية إثر تتويجه بثاني بطولات الموسم بعد التتويج بلقب بطولة دوري مرتبط عن جدارة واستحقاق على حساب الجزيرة في ديسمبر الماضي،
وعلى الصعيد القاري كان فريق سيدات سلة الأهلي حاضرا بقوة بعدما تمكن من تحقيق إنجاز تاريخي في تاريخ كرة السلة النسائية المصرية على المستوى القاري، بعدما نجح الفريق في حصد أول ميدالية للفرق المصرية في البطولات الإفريقية، عندما تقلد الفريق برونزية البطولة الإفريقية للأندية التي أقيمت في مصر شهر ديسمبر من العام الماضي. وكان دور السوبر مسك الختام لموسم أكثر من رائع قدمه الفريق هذا الموسم تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة الكابتن علي هاشم المدير الفني للفريق والمدرب العام الكابتن كريم إسماعيل، إلى جانب الكابتن أحمد إبراهيم المدرب، بالإضافة إلى الكابتن موسى علي المدير الإداري وماجد فوزي إداري الفريق والدكتورة ياسمين الكيلاني أخصائي العلاج الطبيعي وإيهاب كونغا مخطط الأحمال وأكرم الشرباجي إحصائي الفريق. وضم الفريق كتيبة من نجمات كرة السلة في مصر واللاتي قدمن أفضل ما لديهن، وظهر ذلك جليا فيما حققه الفريق هذا الموسم وتحديدا في دور السوبر، والذي عكس حالة الانسجام والتفاهم الكبير بينهن فوق أرض الملعب في ظل الاستقرار الفني والإداري الذي يعيشه الفريق الذي حافظ على قوامه الرئيسي والتدعيم اللازم في بعض المراكز حتى يتسنى للفريق مواصلة التربع على قمة كرة السلة المصرية عن جدارة واستحقاق. وضمت قائمة السوبر ممن قطعنا على أنفسهن عهدا بالتربع على عرش السلة المصرية وكنا على العهد، كلا من دينا عمرو قائد الفريق ونور علي طلعت ورضوى محمد وثريا محمد ورنا علاء ورنا عبد الظاهر ومنار إيهاب وهالة مصطفى ونادين أبو الفتوح والمحترفة إيتالي لوكاس وهبة عبد الرحمن وجنى مصطفى. أهلا بحضراتكم من جديد، ودائما أبدا النادي الأهلي يهتم بكل قطاعات رجال وسيدات زي بعض، ومش كده بس، حجم الإنفاق أيضا للنادي الأهلي كبير على الألعاب. هم ماسكين الدرع العام لكرة السلة، يعني كل مجاميع أو كل نتائج كرة السلة في القطاعين النادي الأهلي متشيدة. جانا أرجع لك تاني، يعني أنا كنت بقول لك في الفاصل ما شاء الله روحك حلوة، ما عندكيش نفسية، يعني لحد لاعب ده ما لعبش، فأنت رديت عليا وقلت لنا كن لنا واحد. إزاي؟ الحقيقة عشان يعني لو كل واحد ليه دور، حتى اللاعب بره ليه دور، اللي مش معانا خالص بره السكور ليه دور، يعني إحنا بنلعب لعبة جماعية، لو كل واحد فينا صافي من جوه وعمل الدور اللي عليه هنكسب، لو في بس حد صغير قوي هو شايف انه ملوش دور ومش كده يبقى احنا مش هنكسب، لان الحد ده احنا محتاجينه، محتاجين يعمل الدور بتاعه. فيعني we complete each other's، يعني احنا عشان نكسب لازم نبقى connected كده وعاملين bonding مع بعض وعارفين ان احنا كل واحد بيكمل التاني. صحيح. طب جنة خليني اقول لك، يعني انا اولا سعيد بكلامك جدا، يعني انا سرحان مع كلامك. ليه؟ لانه الحقيقه نفسي كل اللعيبه واللاعبات يبقى عندهم نفس شعور. بس خليني اقول كان السنه دي في لقطتين صعبين شويه. ليله قبل نهائي بطوله افريقيا مع انتر كلاب الانجولي اللي احنا خسرنا منه، ده كان مباراه صعبه لان دي اول ماتش لينا مع انجولا. واللقطه الثانيه كانت ليله الماتش الثاني بتاع سبورتنج اللي كان بالنسبه لنا عروق زجاجه. انتوا عملتوا ايه كفرقه مع بينكم من بعض في الليلتين دول؟ ده قبل انت قصدك قبل ولا بعد؟ بطوله افريقيا قبل اللي هو ليله الماتش وماتش سبورتنج. اتجمعتوا وقلتوا ايه؟ ايه اللي انتوا دايما حريصين عليه وانتوا بتتجمعوا في اللقطات المهمه؟ يعني احنا في افريقيا، هبتدي بافريقيا عشان هي كانت الاول. في افريقيا احنا كنا ماشيين حلو قوي قوي، يعني احنا كنا اول مره ندخل، واحنا فينا احنا يعتبر ال 12 لعبوا افريقيا مع المنتخبات ناشئين وفيرست تيم وكلنا، يعني عندنا الاكسبيرينس دي بس مع النادي مختلفه. صحيح. لان احنا برضو النادي احنا لينا دور كبير قوي، بنبقى شايلين هم وحمل اكتر في جماهير طبعا. ف جمعنا كده قلنا لا احنا هنجرب، بس احنا قريبين هنعمل، يعني كان قبليها الاولاد قريبين لسه كسبانين، ولا احنا قريبين واحنا اذكى واحنا في الجمهور في ظهرنا وهي على ارضنا، فخلاص احنا هنموت نفسنا، حتى الناس كسبنا ما كسبناش الناس تبقى عارفه ان احنا طلعنا كل حاجه، ما قصرناش في ولا حاجه. صحيح. فقلنا كده، فاحنا كنا ماشيين كويس قوي في الاول، ده خاصه ان انتوا خدتوا قرار مشاركه في اسبوعين بس، يعني انتوا كنتوا اي احنا فجاه افريقيا فاحنا خدنا القرار. وبعدين بقى
خلاص هنلعب سيمي فاينل، يا جماعه احنا في السيمي فاينل، احنا ومشغلين كويس قوي. خلاص بقى هم فرقه كويسه قوي، هم بقى لهم 10 سنين الفاينل ما بين الفرقتين معاهم، لوكاس المحترف اللي معانا ايوه، واحنا اوريدي عارفينها، فاللي هو احنا هنلعب الناس دي وعارفينها ولعبناها مع منتخب وعارفين بقى لهم سنين ان هم دول، خلاص احنا هنعمل الاقصى ما عندنا وخلاص. احنا بقى الماتش ده كنا داون ب 24 بوينتس، يعني احنا كنا كتير قوي وخلاص، قلنا لا طب خلاص يا جماعه هي بقى خلصانه، يبقى احنا بقى نموت نفسنا بس مش 24. لقينا فجاه الماتش بيقرب. بس ساعات لما يبقى بيحصل سكور عالي ده بيخليك بقى تلعب عندك حماس اريح وخلاص بقى انا هلعب لعبي واموت نفسي بقى هي مش خسران حاجه، مش خسر حاجه بالظبط. احنا عملنا كده، شد العصب يتشال من العين، فجاه لقينا الماتش درو، قربنا صفاره حكم. اه كانت صفاره شهيره جدا. لا صفاره يعني صفاره صعبه، معلش. طيب صفرش. ان شاء الله تتعوض. ماتش الثاني بتاع سبورتنج اللي هو كان خسرانين ماتش ورايحين على الماتش الثاني، قلتوا ايه كلاعيبه بقى؟ جمع اديني كواليس بقى كده. كلاعيبه احنا كان عندنا ثقه كبيره قوي في بعضنا وفي الجهاز، يعني في كابتن علي وفي الجهاز وفي الجمهور ان هو في ظهرنا. يعني بجد احنا خسرنا اول ماتش، انا ما شفتش، انا طبعا بخلص بلاقي مسجز كتيره قوي جايه لي، انا ما شفتش مسج فيهم بيقولوا لي ايه ده، لا هو الناس كلها هتكسب. فالثقه دي وانا كنت بقولها بقول لهم جماعه الناس كلها واثقه ان احنا نكسب، واحنا واثقين. ولو احنا كان جيم داون وحصل معانا كده السيزون اللي فات جيم داون، نفس السيناريو عادي، ايه نلعب ثلاث ماتشات بدل ماتشين هنأخر يومين ثلاثه في فرحه، اه نأخرها بس خلاص كلنا واثقين ونبوند مع ايتش اذر كده. قعدنا مع بعض مفيش زعل، محدش زعلان خالص، يعني قعدنا كده يا جماعه انسوا الماتش، لعبنا وحش لعبنا حلو، كنا اه كلنا لعبنا وحش كنا بجد مش موفقين، انسى بقى كل حاجه من اول وجديد. حتى احنا بجد دخلنا اول ماتش مركزين قوي، خلاص بقى مكسب مكسب، وعارفين ان احنا خلاص بدل عدينا ده تاني كمان. صحيح، هو خلي بالك برضو الجيم الثالث انتوا في اخر 7 دقايق اتاخرتوا، سبورتنج عوض وطلع، احنا طبعا كلنا يعني رحنا مع الجيم خالص. فكلميني على اللحظه دي لما سبورتنج طلع في الكوارتر جيم 4 جيم 3 وطلع باسكت او 3 بوند وفي هجمه لينا جليناها، يعني كان هم ممكن يرفعوا الخمسه بوند. انا كنت شايفه ان هو خلاص مفيش فرقه، هو لازم هيحصلك داون بعد ما بتلعب حلو قوي بيحصلك داون. فاحنا لعبنا الماتش الثاني اللي هو جيم 2 حلو قوي، ولعبنا جيم 3 اوله حلو قوي، فهيحصل دروب اكيد، بس الخوف كان ان يحصل الدروب ده في الثالث اوله، لان احنا احنا ثالث اوله دي اصعب حاجه، دي اهم حاجه في الماتش. برافو عليك. فجت في اخر الثالث، فلا 10 دقائق ده كمان جت في اه هم فاقوا واحنا كنا ابتدينا اقف وخلاص بنلعب باريحيه شويه. فلا يا جماعه ده السكور قرب، لا يلا يلا يا جنه قومي يلا يلا يا جنه مين؟ جنه هنا انا هنا. لا بس انت ما ترددتيش خالص يا جنه، وكان ليكي دور كبير والله يا جنه. طيب بص يا جنه، والله انا نفسي نقعد، والله الكلام ممتع جدا بالذات لما اتكلم مع بطلات واتكلم مع ناس عملوا مجهود كبير. هنطلع فاصل وجايين تورته صغيره كده هنقطعها مع بعض زي العاده اللي كنا متعودينها مع بعض سنين طويله، ونحتفل بالمكسب الكبير ده ان شاء الله برضه يبقى دافع ليكم السنه الجايه. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع عشان كابتن علي هاشم هيك كوتش اللي قاعد بره عمال يكاتش اللي جنه ولا اطلعي كده قولي كده، طبعا هينضم لينا ونقطع تورته عليها طبعا لقب 19 او البطوله رقم 19، ويا رب دايما يعني يكتر افراحنا في النادي الاهلي، واحنا جاهزين بالتورت مفيش اي مشكله خالص. نطلع لفاصل وارجع لحضراتكم.